الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة المعارج، وقد وصلنا إلى الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد: أي كدردري الزيت. دردري الزيت عكر الزيت الذي يكون في قاع الزجاجة ويميل لونه إلى الصفار، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
وهذا لون من ألوانها المتغيرة يوم القيامة، فإن السماء يوم القيامة تنشق وتنفطر ويتغير لونها من الهول وشدة الخطب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، قال: يتغير لونها. تذوب السماء وتتلون كما تتلون الأصباغ من شدة الهول. وعن الحسن: تكون السماء يوم القيامة ألوانا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كالفرس الورد، فكانت وردة كالفرس الورد. وحكى البغوي رحمه الله تعالى وغيره أن فرس الورد يتغير لونها حسب فصول السنة، فتكون في شهر الربيع صفراء وفي شهر الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد تغير لونها، والله المستعان. فالعذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المنفوش. قاله مجاهد وقتادة والسدي. وهذه الآية كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن الصوف الأحمر، وهذا أضعف الصوف، قاله الحسن البصري. ومعنى الآية أن هذه الجبال الصم الشداد تلين بعد الشدة وتتفرق بعد الاجتماع. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأله عن شأنه لانشغال كل إنسان بشأنه. وقرئ: ولا يسأل حميم حميم. ولا يسأل يعني كل إنسان يسأل عن عمله. يبصرونهم يعني يرونهم. يبصرونهم أي يرونهم ويتعارفون فيما بينهم، يعرف الأب ابنه ويعرف الزوج زوجته ويعرف الوالد ولده، ومع ذلك الكل يفر من الآخر لشدة الهول. يبصرونهم يعني يرونهم ويعرفونهم. يود المجرم يعني يتمنى لو يفتدي من عذاب يوم إذ، يعني من عذاب يوم القيامة. يفتدي من؟ المجرم يفتدي من عذاب يوم إذ من؟ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، أي قبيلته التي تؤويه وتحميه وتنصره وتغضب له. يود أن يفتدي نفسه بكل هؤلاء، ولا يكتفي بذلك من شدة ما يرى من الهول، نسأل الله العافية. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، أي ينجيه من عذاب يوم القيامة لما يرى من الأهوال، فيقول سبحانه وتعالى: كلا. كلا هنا إما بمعنى حقا، حقا إنها لظى، وكلا
بمعنى الردع والزجر، ويكون معناها لا، يعني ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء. وإذا كان معناها لا فيكون تمام الكلام عليها. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا، يعني لا يكون هذا. وعلى المعنى الآخر حقا، كلا إنها لظى، أي نار جهنم عياذا بالله. لظى يعني تتلظى نيرانها، نزاعة للشوى. نزاعة هذه حال منصوبة على الحال المؤكدة، ويجوز أن تكون حالا للفعل تلظى، أي حال نزعها للشوى. قال الشوى، قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس. وقال العوفي عن ابن عباس: نزاعة للجلود والهام، الرؤوس. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب. وقال أبو صالح: نزاعة للشوى، يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا: لحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني: نزاعة للشوى، أي لمكارم وجهه. وقال الحسن: تحرق كل شيء ويبقى فؤاده يصيح. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها، وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: تدعو الكافرين والمنافقين، يعني تدعو النار الكافرين والمنافقين بأسمائهم، تقول: إلي يا كافر، إلي يا منافق، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. نسأل الله العافية. وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى. أدبر أي كذب بقلبه، وتولى وترك العمل بجوارحه، وجمع المال أي وجمع فأوعى، أي جمع المال بعضه على بعض، فأوعاه وأوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات والزكوات. وقد ورد في الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك. وكان عبد الله بن عكيم رضي الله عنه صحابي جليل لا يربط له كيسا، ويقول: سمعت الله يقول وجمع فأوعى. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. أوعيت يعني جمع الدنيا وجمع خيرها ولم يؤدي حق الله منها. فالمال متى يكون كنزا؟ إذا لم يؤدى حق الله منه. أما إذا أخرج الإنسان حق المال فليس بكنز. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة،
إذن الإنسان مجبول على أخلاق دنيئة مذمومة إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسره بقوله إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا مسه ضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حصلت له نعمة بخل بها ومنع حق الله تعالى فيها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الإنسان شح هالع وجبن خالع. أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الجرأة والجبن. فهذا بعكس المصلين وعكس المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول سبحانه: إلا المصلين. الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذنب، إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلين المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. قيل دائمون بمعنى المحافظة، المحافظة على أوقاتها وواجباتها وخشوعها. قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي بمعنى المحافظة على الصلاة، حافظ على وقتها وأركانها وواجباتها وخشوعها. وقيل المراد بالدوام هنا السكون، يعني الخشوع. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومنه الماء الدائم أي الساكن الراكد، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة. كذلك أيضا قيل الدائمون من الديمومة، يعني إذا عملوا عملا داوموا عليه، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وفي لفظ: ما دام عليه صاحبه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وفي لفظ: أثبته. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني في أموالهم نصيب مقدر لذوي الحاجات. والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يوقنون. الدين هنا بمعنى الحساب، لأن الدين له معنيان، بمعنى العمل وبمعنى الحساب. قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني عملا يتقرب به لربه سبحانه وتعالى، كذا إن الدين عند الله الإسلام. وتطلق ويراد بها الحساب مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الحساب والجزاء. وكذا هنا: والذين يصدقون بيوم الدين، أو أي بيوم الجزاء والحساب. فتصديق هذا يحمله على حسن العمل، فإن التصديق باليوم الآخر يزكي نفس العبد، لأنه يعلم أنه ميت، وأنه مبعوث بعد الموت، وأنه موقوف للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيعلم
أنه لن ينجيه إلا عمله، فيعمل في هذه الدنيا التي دار العمل ويزرع فيها خيرا ليجد يوم القيامة خيرا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالمؤمن في هذه الدنيا مشفق وجل، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه، فيسير إلى ربه سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. وفي حالة الصحة كما يقول العلماء ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليكثر العمل وليحسن العمل. إذا نزل به مرض والمرض بريد الموت، أو نزل به الموت، فإنه يقدم الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه، وهو ما بينه سبحانه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وملك اليمين الإماء، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون أي المعتدون، فمن ابتغى وراء ذلك أي وراء هذين السبيلين فأولئك هم المعتدون. ومنها استدل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد على حرمة الاستمناء، على حرمة الاستمناء باليد أو بغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فأولئك هم العادون، أي المعتدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي روايات: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني محافظون عليها. الشهادة إذا استدعي لشهادة فإنه يحافظ على هذه الشهادة، لا يزيد فيها ولا ينقص منها، كما أنهم لا يكتمونها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي يحافظون على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة ليدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، كما قال الله عز وجل ذلك في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر آيات قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وهنا قال سبحانه وتعالى: أولئك في جنات مكرمون، يعني مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. وهناك في آية سورة المؤمنون بعد أن ذكر هذه الصفات الطيبة: قد أفلح المؤمنون الذين هم الفلاح والفوز،
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بهذه الصفات الطيبة، صفات المصلين المؤمنين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.